هو كان بيقول لي في المسألة إيه؟ أنا طبعًا لخصت بالداتا بتاع المسألة إن أنا كتبت الجيفن كان قايل لي إن إي سي إيكوال بي سي، يعني إي سي ده إيكوال بي سي، تمام. وقايل لي إن إي دي إز تانجنت، إي دي ده تانجنت. وميجر أنجل سي إي دي إيكوال 50، ميجر أنجل سي إي دي اللي دي 50. فأنا عملت إيه؟ أنا سميت الأنجل دي 1، الأنجل دي 2، الأنجل دي 3، تمام؟ ليه بقى سميتهم على الأساس ده؟ لان اول انا باخد اول جيفن زي ما اتفقنا وانا بعمل بروف، باخد اول جيفن هو كان طالب مني حاجتين، ميجر انجل اي بي سي، يعتبر ثلاث حاجات، ميجر انجل اي بي سي اللي هي دي، طالب مني ميجر انجل بي اي سي، بي اي سي يعني انا مش هشيل الداتا كده بس، ميجر انجل بي اي سي، بي اي سي ده دي، كان طالب مني ايه تاني؟ طالب مني بروف ذات ان بي سي از تانجنت، عايز يثبت ان بي سي ده تانجنت، تانجنت لايه بقى؟ للسيركل اللي بتمر باي او بي، يعني تانجنت للسيركل اللي بتمر، ماشي، تانجنت تو سيركل باسنج. مستر هي دي موجوده فين؟ موجوده في الامتحانات برضه، بس خليك بس معايا، او اي بي. طيب بص بقى معايا كده، احنا هنمسك اول حاجه زي ما اتفقنا، بمسك اول جيفن، اول جيفن اخد واكتب قبله سينس، او انا البروف من اول هنا، همسك اول جيفن اللي هو ايه؟ اي سي ايكوال بي سي، او كاتب سينس اي سي ايكوال بي سي، يعني عشان الاي سي ايكوال بي سي. استفدنا من كده ايه؟ بعد ما كتبت اول جيفن اروح ابص على الرسم، الاي سي قد البي سي، طب ما ده يبقى ايسوسيلس ترانجل، يبقى انجل 1 ايكوال انجل 2، يبقى ذير فور ميجر انجل 1 ايكوال انجل 2. طيب بعد كده سينس اي دي از تانجنت، اللي هو الجيفن الثاني، طالما اي دي تانجنت اهو، اي دي ده تانجنت، التانجنت مع الكور بيعمل انجل اوف تانجنس اللي هي دي 50. طيب الانجل دي بتبقى ايكوال مين؟ ايكوال الانسكرايبد انجل، لان الانجل اللي هي سي اي دي سبتند الارك مين؟ اي سي. مين اللي واقف على الارك اي سي برضو؟ الانجل بي واقف على الارك اي سي، فبرضو بقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، يعني دي هتبقى 50، نكتب على دي 50. طب طالما دي 50 يبقى دي برضو 50، فممكن انا في نفس المعلومه دي اللي هي 1 ايكوال 2 اكتب ايه؟ 1 ايكوال 2 ايكوال 50. طيب وفي نفس الوقت 1 ايكوال 3 ايكوال 50. طب احنا كده خلصنا الجيفن الاولاني والجيفن الثاني، خش على الجيفن الثالث. الجيفن الثالث احنا نعتبر استغلناه، اللي هو ميجر انجل سي اي دي 50، استغلناه كتير جدا، لما انجل سي اي دي 50 استغلناه في ان دي ايكوال دي، واستغلناه في إن يعني ظهر معانا في الكتابه كذا مره، استغلناه كذا مره لما قلنا ان الانجل دي 50 زي دي، وقلنا ان دي ايكوال دي كده كله 50. كده احنا خلصنا كل الجيفن. بعد ما خلصنا الجيفن نيجي نبص ايه المطلوب، هنلاقينا طلعنا المطلوب اصلا. اول مطلوب ميجر انجل اي بي سي، اي بي سي احنا طلعناها 50، اقول له ذير فور ميجر انجل اي بي سي ايكوال 50. ايه المطلوب الثاني؟ ميجر انجل بي اي سي، بي اي سي بي اي سي دي اجيبها ازاي؟ اللي هي فين؟ بي اي سي اللي هي دي. طب انا ملاحظ حاجه، مش الانجل دي اللي هي ايه؟ منزله رجل على البي ورجل على السي، يعني هي سبتند الارك بي سي. في نفس الوقت الانجل اي منزله رجل على البي ورجل على السي، يعني هي سبتند الارك بي سي. طالما هما الاثنين سبتند الارك بي سي يبقى هما الاثنين ايكوال، نسكرايب ذا انجلز درون اون ذا ارك بي سي، يبقى دي كمان 50، يبقى ذير فور ميجر انجل بي اي سي ايكوال 50. طب المطلوب الثالث ده بقى، الثالث ده اللي هو او اللي هم عاملينه نمبر 2 ده، مهم جدا جدا. بي سي يعني بيقول لك اثبت لي ان البي سي ده تانجنت للسيركل باسنج ثرو او اي بي او ترينجل او اي بي. يعني ايه الكلام دوت؟ باسنج ثرو ترينجل او اي بي يعني ايه؟ يعني عايزين نتخيل ان لو في سيركل بتمر بالفيرتيسيس بتاع الترينجل او اي بي، هل البي سي ده يبقى تانجنت لها؟ فانا رسمتها تاني تحت، ادي ترينجل او اي بي اللي هو ده، هل البي سي ده، البي سي يبقى تانجنت
هيبقى تانجنت. طب ايه اثباتك ان هو تانجنت؟ ايه اثباتك ان هو تانجنت للسيركل دي؟ اقول له هو التانجنت شرطه الرئيسي ايه؟ ان الانجل دي تكون ايكوال للانجل دي. مش ده الشرط الرئيسي في ان ده يكون تانجنت؟ وفعلا انا جبت انجل 1 ايكوال انجل 4 اهي، دي الانجل اللي انا كنت مسميها 1 ودي الانجل اللي انا كنت مسميها 4، هما فعلا هما الاثنين 50 اهو، انجل 1 ايكوال انجل 4. فانا هقول له ايه؟ هقول له سينس ان ميجر اوف انجل 1 ايكوال ميجر اوف انجل 4، واكتب له تحت انجل 1، ممكن اكتب له تحت انجل 1 ان هي تانجنسي وانجل 4 ان هي انسكرايب، يبقى ذير فور BC is a tangent to the circle passing through the triangle EO. سهلة ولا فيها مشكلة زيادة؟ يعني يعني بس عشان هي عشان بس الحاجات كتيرة فيها، بس مش مشكلة، احنا بنمشي ورا الجيفن واحد واحد. يعني أول جيفن قال لي ده AC equal BC، قلت خلاص يبقى الأنجل دي ايكوال. تاني جيفن قال لي إيه دي تانجنت؟ تانجنت يبقى الأنجل دي ايكوال الانجل دي. الانسكرايبد ايكوال الانجل اوف تانجنسي. طب طالما واحنا قايلين من شويه ان انجل 1 قد انجل 2، خلاص يبقى لما دي 50 يبقى دي برضه 50. طب ثالث جيفن اللي هو 50 ان الانجل دي 50 واحنا استغليناه. لما احنا قلنا ايه دي 50 ودي 50 ودي 50. طيب رجعنا استغلينا حاجه ثانيه، ان الانجل دي والانجل دي هما الاثنين واقفين على الارك مين؟ بي سي. مش احنا خدنا قبل كده الانسكرايبد انجلز ان لو ارك زي دي سي ده كده اهو الانجل ايه واقف عليه، ورجعت الانجل ايه من هنا برضه واقف عليه، سبتند ذا سيم ارك، يبقى لازم التو انجلز دول يبقوا ايكوال بعض. فلما دي 50 فبقت دي 50. رجعت قلت له بقى ايه؟ طالما ان الانجل دي 50 والانجل 50 باكيد ده كان بي سي، ده كان تانجنت للسيركل اللي بتمر بالتريانجل او اي دي. بس هو ده الكلام اللي انا قلته في المساله. تمام؟ كايرو اكزام كويشن نمبر 4 ايه؟ هو راسم لي المساله دي كده وقال لي ايه؟ قال لي ده بيربنديكولار وده بيربنديكولار ومش عارف. طيب احنا نكتب الجيفن اول حاجه عشان الجيفن هو اللي هنمشي على اساسه وهنطلع المساله ان شاء الله. طيب اهو يبقى انا ما اتخضش من المساله، في الامتحان ارسم المساله. واحد يقول لك ما بعرفش ارسم قوي، لا ارسمها رسم كروكي عادي، يعني شوف هو مش عاملك على الرسم قوي، يعني ارسمها على قد ما تقدر، على قد ما تقدر اي سيركل، واعمل ده بربنديكولار ده بربنديكولار، هو مش هيدقق معاك في الدقه. طالما ما قالكش يوزنج جيومتريك تولز او جيومتريك انسترومنتس فهو مش هيدقق معاك قوي، مش هيدقق معاك قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي نكتب الجيفن. ايه الجيفن اللي مديها لي؟ بيقول لي اي بي اند اي سي ار تو كوردز. طب ماشي، تو كوردز لازمتها ايه؟ ملهاش لازمه، يعني اصلا ملهاش لازمه في الموضوع، فما تتكتبش في الجيفن. انا الجيفن اللي بكتبه قلنا زي ما اتفقنا الحاجات المهمه، يعني ايكوال باراليل مش دايمتر، جيفن مهم جدا دايمتر، تانجنت، الحاجات دي اللي هي الايه المفيده، تانجنت مش عارف، ميد بوينت، بيربنديكولار، الحاجات دي هي اللي اكتبها في الجيفن، هي دي اللي استغلها واستفاد منها. طيب تعالى نشوف كده. فهو قال لي ايه؟ تو كورتس، ماشي مفيش مشكله مش هكتبه. ام دي بيربنديكولار تو اي دي، طبعا جيفن مهم، اول جيفن اكتبه ام دي بيربنديكولار تو اي دي، حلو قوي. طيب جيفن نمبر 2 قال لي ايه؟ قال لي ام اي بيربنديكولار تو سي بي، حلو جدا، ام اي بيربنديكولار تو سي بي. ثالث جيفن قال لي ام دي ايكوال ام اي، ام دي ايكوال ام اي، كويس جدا. طيب بعد كده في جيفن رابع، خدوا بالكم كل ما الجيفن تكتر في المساله كل ما المساله كانت سهله. ميجر انجل اي سي بي ايكوال 70، يعني ما تتضايقش لما المساله ايه تلاقي مدي جيفنز كتير قوي، ده انت تفرح جدا، لان كل ما الجيفنز تكتر المساله هتبقى سهله، لان كل جيفن لما اخده واطلع عليه كلمتين استنتج منه حاجه خلاص خلص المساله، زي ما قلت لكم زي موضوع التعبير في العربي، لو انا كل عنصر كتبت عليه سطرين خلاص الموضوع طلع. تمام؟ طيب تعالى بقى الار تي بي، ايه المطلوب مني؟ انا كل ده بنسق المساله وبكتب ايه المطلوب مني وايه اللي هو مديه لي. اول حاجه ميجر انجل دي ام اي، كويس؟ ماشي. ايه تاني مطلوب؟
بروف ذات هكتبه جنبه هنا حتى. يقول لي بروف ذات اثبت لي ان اي بي ايكوال سي دي، اي بي ايكوال سي دي، مفيش مشكله. طب نبدا ان شاء الله البروف من اول هنا لحد. هاخد اول جيب واكتب قبله سينس على طول، سينس ان دي بيربنديكولار تو اي دي. يبقى اول حاجه بعملها برسم الرسمه، اكتب الجيفن والار دي بي، بعد كده البروف. اول حاجه بعملها في البروف اكتب سينس واقوم كاتب الجيفن الاولاني. كتبت سينس والجيفن الاولاني، اقوم سايب بقى الجيفن واروح على الرسمه اشوفه بيقول ايه. ام دي بيربنديكولار تو اي بي هيفيدني في حاجه؟ هيفيدني جدا، هيفيدني ان الانجل دي 90 والانجل دي 90، وكمان ايه يفيدني ان هو بيعمل ميد بوينت، يعني قاسم ده نصين، لان دول احنا خدناه لما بيكون ده نازل بيربنديكولار بيعمل بايسكت ذا كورد، ولو هو نازل بايسكت ذا كورد يبقى بيربنديكولار. تمام، فانا هستفاد منه ثلاث حاجات الجيفن ده. اقول له ذيرفور ان ميجر انجل، الانجل الاولى اللي هي مين؟ الانجل الاولى اللي هي اي ام بي، ممكن اكتب له 1 و2 راح دماغي، ادي 1 ادي 2. تمام، ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 ايكوال 90. ايه تاني؟ ذيرفور، يعني ممكن سينس واحده اكتب وراها كذا ذيرفور، ذيرفور اي دي ايكوال دي بي. طيب خش على الجيفن اللي بعده، اخد وقت قبله سينس، سينس ام ام اي بيربنديكولار تو سي دي، يا ترى ده هيفيدني في ايه؟ نفس القصه، يبقى دي 90 ودي 90، او دي انجل 3 مثلا ودي انجل 4، وبرضه بايسكت ده قسم ده نصين، يبقى ذير 4 ميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 4 ايكوال 90. ذير 4 ايه تاني؟ معلش ذير 4 سي اي ايكوال سي بي. ايكوال اي بي. ماشي. طيب جيفن اللي عليه الدور ام دي ايكوال ام اي، سينس ام دي ايكوال ام اي هيفيدني في ايه؟ احنا خدنا قبل كده رول بتقول لو انا عندي تو كوردز في السيركل كده، لو نفتكر كورد كده وكورد كده، ولقينا البربنديكولار ده ايكوال البربنديكولار ده اللي هما ايكويديستنت، يبقى اكيد الكورد ده ايكوال الكورد ده. الرول كانت بتقول كده، لو البربنديكولار ده ايكوال البربنديكولار ديستنس دي، يبقى الكورد ده ايكوال الكورد ده، والعكس صحيح، لو الكورد ايكوال الكورد يبقى البربنديكولار ديستنس اللي هي دي ايكوال البربنديكولار ديستنس اللي هي دي. فهو جايب لي دلوقتي ام دي ايكوال ام اي، بس استفاد منها ايه؟ ذيرفور ان الكورد اي بي ايكوال الكورد بي سي. شوفوا يا جماعه لما مشيت ورا الجيفن طلع لي اكتر من 90% من البروف. طب نخش على بعد كده، انا خلصت ده بقى، الجيفن اللي عليه الدور مين؟ ميجر انجل اي سي بي ايكوال 70، سينس اكتب اكتب قبله سينس ميجر انجل اي سي بي ايكوال 70. يبقى ما تخضش من طول المساله، انا ماشي ورا الجيفنز، الجيفن واطلع منه حاجه، اكتب الجيفن الاول هنا وارجع ابص له على الرسم، اكتبه هنا وابص له على الرسم بيعمل ايه. الانجل دي لما 70 دي تفيدني بحاجه؟ اه تفيدني. ثانية واحدة كده، مش دي 70؟ طيب ما انا اقدر اجيب الانجل دي. طب اجيبها ازاي؟ اه بس لازم اقول له انا حته صغيره كده صراحه قبل ما ايه؟ قبل ما ما اقول بتاع الجيفن بتاع مستر. نعم. المفروض اي بي سي مش اي سي بي. اي سي بي؟ اي بي سي حضرتك كاتب اي سي بي ايكوال 70، المفروض اي بي سي. اه ماشي ماشي. طيب شكرا يا زياد. طيب قبل ما استغل الكلمه بتاع 70 دي يا جماعه، لازم اقول كلمتين بس. ان الانجل دي 90 والانجل دي 90 يبقى الشكل ده سايكليك كوارت، فالمفروض ان انا اقول له ايه؟ سينس ان ميجر انجل 2 بلس ميجر انجل 3 ايكوال كام يا جماعه؟ مش ايكوال 180؟ ده اتعمل بلس بعض، يبقى ذيرفور لازم اقول الكلمتين دول الاول، الشكل اللي قدامي ده اللي اسمه اي ام دي بي السايكليك كوارت.
therefore EMDB is cyclic coil. دي مبدئيا كده لازم اقولها. انا خلصت كل الجيفن، فاضل لي جيفن واحد بس. انا قبل ما استغل الجيفن الاخير ده لازم اقول له ان ده سايكليك كواد. ليه بقى؟ لما هقول له ان ده سايكليك كواد هقول له ايه؟ طيب لما اقول له ان ده سايكليك كواد هقول له ايه يا شباب؟ هبتدي استغل بقى الجيفن اللي هو بتاع ميجر انجل اي سي اي بي سي ايكوال 70. يبقى سينس ميجر انجل اي بي سي ايكوال 70 هيفيدني في ايه؟ احنا عارفين يا جماعه السايكليك كواد ايتش تو اوبوزيت انجلز ار سبلمنتري. يعني لما دي 70 اقدر اجيب انا دي. خدوا بالكم انا كل ده ما بصيتش على المطلوب، متخيلين؟ كل ده ما بصيتش على المطلوب، انا عمال شغال على الجيفن اللي قابلنا طلع منه حاجه، اللي قابلنا طلع منه حاجه. هتلاقي المساله طلعت لوحدها دلوقتي وانت مش واخد بالك. Therefore ميجر انجل اللي هي اي ام دي، وتقول له ليه بقى؟ ما تقولوش 110 وتسكت، تقول له ليه؟ هعمل 180 ماينس 70 ايكوال 110 واجري بسرعه واقوم كاتب عليه. كل ما اطلع حاجه يا جماعه اجري بسرعه واكتبها على الرسم. اجي ابص بقى كده يا شباب، انا كده خلصت كل الجيفن وطلعت منها حاجات وكتبتها على الرسم. طب نشوف كده لو في حاجه بقى هو طالب ايه. تعالى بص كده، اول مطلوب ايه يا جماعه؟ فايند ميجر دي ام اي. دي ام اي ما احنا جبناها لك اكسب 110، مش دي دي ام اي؟ انا كاتبها اي ام دي بس مش فارقه، ممكن اعدلها دي ام اي. هي هيها، ممكن اكتب له جنبي دي يا جماعه ريكوايرد فيرست، يعني ده المطلوب الاول ريكوايرد فيرست. طب ايه المطلوب الثاني كده؟ اي بي ايكوال سي بي. اي بي ايكوال سي بي احنا اثبتناها لك ايه؟ عشان اثبتت له ان طالما ده ايكوال ده يبقى اي بي ايكوال. ده ممكن ارجع لدي كده واكتب جنبها كده سهل واقول له ايه؟ ريكوايرد سكند. يبقى انا ماشي في حالي يا جماعه وماشي ورا الجيفن واحد واحد بطلع منه حاجات، لقيت البروف، لقيت المطلوب طلع. شكرا كيو اي دي، خلصت المساله. او تعمل العمليه بتاعت الشباك. يبقى تاني يا جماعه انا مسكت الجيفن واحد واحد، سنس ان ده بيربنديكولار هيعمل لي حاجتين، ان دي هتبقى 90 ودي 90، وفي نفس الوقت هو هيعمل ميد بوينت. انا اي نعم ما استغلتش موضوع الميد بوينت. مستر نعم، هو كي اي دي يعني ايه؟ هي كيو اي دي معناها كوايت ايزلي دان، يعني اتعملت بمنتهى السهوله، فاهم؟ لازم في ناس في يعني في كوايت ايزلي دان، يعني اتعمل بمنتهى السهوله. او علامه الشباك دي بيرمزوا لها ليه؟ على اساس هي زي كل اتنين بيسلموا على بعض كده زي ما انت تعمل كده، فعملوها بقى. قال لك خلاص يبقى الايدين عاملين كده زي الايه؟ زي الشباك، يعني فاهم؟ يعني رموز كده رياضيه، يا تكتب ده تكتب ده، ان المساله يعني زي كانك بتقول فينيش يعني. يبقى انا القصه كلها يا جماعه انا ما تعبتش في حاجه في المساله. لو انت حسبتها انت ما تعبتش في حاجه، انت بتمسك الجيفن وتطلع منه حاجه. الجيفن الاولاني بتقول لي بيربنديكولار، هقول لك ان دي ايكوال دي ايكوال 90، وطبعا بيعمل ميد بوينت حتى لو انا ما استغلتهاش، مش مشكله بقى لو انا زودت معلومه طالما معلومه صح. طيب ايه تاني؟ ده بيربنديكولار، يبقى بايسكت السي بي ده وعامل لي انجل 3 ايكوال انجل 4 ايكوال 90. ماشي. طب ايه تاني؟ بس انا ممكن اقول له بقى حته صغيره كده لازم انا اخد بالي منها. طالما دي 90 ودي 90، اي سيركليك كواد يا جماعه المعه في المساله ومكدب، اقول له سينس ان ميجر انجل 2 بلس ميجر انجل 3 ايكوال 90، يبقى الشكل ده سيركليك كواد. ماشي. الجيفن اللي بعد كده بيقول لي ام دي ايكوال ام اي. طب انا عندي رول بتقول لو الام دي ايكوال الام اي يبقى لازم الكورد ايكوال الكورد، يبقى ذير فور اي بي ايكوال بي سي. لقيتني كده طلعت له المطلوب الثاني وانا مش واخد بالي. طب الجيفن الاخير ميجر انجل اي بي سي 70، يبقى اكيد اللي في وشها 110 لازم هما الاثنين يعملوا 180 عشان ده سايكليك كواد. لقيتني طلعت له المطلوب الاول، يعني انا ماشي ورا الجيفن لقيتني طلعت الحاجات المطلوبه وخلصت المساله وانا مش واخد بالي. فهمنا يا جماعه؟ فالقصه مش صعبه. طيب هاخد كمان واحده.
المسألة دي عامل لي كده 4A في امتحان الكيس، عامل لي كده سيركل وادي 2 تانجنس جايين من بره، حلو قوي، جايين من البوينت A. التانجنت ده اسمه AB، التانجنت ده اسمه AC. وقال لي الانجل دي 50 ماشي، وبعدين قام قافل لي ده كده. احنا عارفين طبعا التانجل ده ايسوسلس كده من الاخر، ده ايكوال ده، هنكتب الكلام ده دلوقتي. طيب وبعدين قام عامل لي ايه، طالع عامل لي هنا انجل اوف تانجنسي، يعني الاي اهي منزله رجل على البي ورجل على السي، يعني سبتند الارك بي سي، يبقى دي انجل اوف تانجنسي. وبعدين قام عامل لي ازاي، قام عامل لي الانجل دي هنا كده وعامل لي دي كده وقال لي دي 115. ماشي اوكي، ده الانجل دي ومسمي لي دي دي، ماشي تمام، حلو قوي. خش برضو على مسألتنا بدون أي رعب. أو كاتب الأول الجفن. يعني ما تخشش على المسألة تقول سنس ده ايكوال ده وده ايكوال ده، إيه ده على المسألة نفسها؟ لا، خش على الجفن واحد واحد. هتلاقي المسألة طلعت في ثانية. أول حاجة بيقول لي إيه بي أند إيه سي تو تانجنتس. طبعًا جفن مهم جدًا جدًا. إيه بي أند إيه سي تو تانجنتس، جفن مهم جدًا. ماشي حلو قوي. طب الجيفن اللي بعده، هو الجيفن اللي مش مهم بقى، اللي هو الجيفن بص بتاع ايه، في جيفن ساعات يقول لك بيلونجز، ده ملوش لازم. بص بتلاقي جيفن بتاع بيلونج، جيفن بتاع انترسكشن، الحاجات دي ملهاش يعني ايه، بص كده ملهمش لازم يعني، شوفهم ما تكتبهمش اصلا، مش هستغلهم في حاجه، مش هستفاد منهم في حاجه. ايه تاني، تو ا سيركل ات بي سي، ماشي، ميجر انجل ايه ايكوال 50. وانا بلخص المساله. طب الجيفن الثالث ممكن اكتبه جنبه بس عشان مكان، ماشي، ميجر انجل سي دي اي 115، شكرا، سي دي اي 115. طيب خش على الار تي بي المطلوب، ار تي بي المطلوب مني ايه؟ اول حاجه مطلوب مني ان بي سي بايسكت انجل اي بي اي، بي سي بايسكت انجل اي بي اي. طيب تاني مطلوب مني سي بي ايكوال سي بي، يعني بروف ذات ان سي بي ايكوال سي بي، ولا اي قلق، ادي بروف اهو. سينس كاتب كلمه سينس، كاتب الجبن الاولاني سينس اي بي اند A C R two tangents. هستفاد منه ايه الجيفن ده؟ ده هستفاد كتير، طالما دول two tangents يبقى therefore AB equal AC، therefore AB equal AC. احنا عندنا two tangents draw from a point outside a circle، from a point outside a circle are equal in length، يعني ده equal ده، استفاد وراه على طول، ممكن انا استفاد وراه على طول. ماشي، ولو في بقى كان في مثلا ريديوس برضو كنت اعمل بيربنديكولار، مفيش ريديوس، مفيش ريديوس. تمام؟ طيب خلصنا الجيفن ده، خش على الجيفن اللي بعد. سينس ميجر انجل ايه ايكوال 50. يا ترى ده هيفيدني في ايه؟ مفيد، مفيد جدا، مش ده ايسوسلس ودي 50؟ انا اقدر اجيب له الانجل دي واجيب له الانجل دي. تمام؟ المفروض ان انا اقول له ايه بقى؟ اي بي ايكوال 50، اقول له ايه؟ ذيرفور ان ميجر الانجل دي، ممكن اسمي دي 1 واسمي دي 2. ميجر انجل 1 بدل ما اقعد اقراه بس اي سي بي وكده، ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 ايكوال كام؟ 50، اشيلها من 180 ديفايدد 2 هتطلع 65. حلو، يبقى دي 65 ودي 65. طيب وراها على طول بقى، وراها على طول، مش ده تانجنت وده كورد، يبقى الانجل دي ايكوال الانسكرايبد انجل، هي سبتند ذا ارك بي سي وانجل اي موقفه رجل على البي ورجل على السي، يبقى دي هي كمان اللي هنقول عليها انجل 3 على طول 65 بقى، خليني ناصح. يبقى ذير فور ميجر انجل 2
equal measure angle 3 equal 65 ممكن اكتب له جنبها subtended by arc يعني هما الاثنين واقفين على الارك مين؟ واقفين على الارك دي سي. ويفضل اكتب له تحت انجل 2 tangency وتحت انجل 3 ان هي انسكرايب عشان ابين له ان انا فاهم يعني. ده الجيفن بتاع ال 50 طلع لي شويه حاجات جميله وحلوه. بس احنا اتفقنا بمجرد ملمح ان في سايكليك كواد ولا حاجه ما انساش. طب خش على الجيفن اللي عليه الدور كده حتى. سينس ميجر انجل انا ممكن افرض انا ما خدتش بالي من سايكليك كواد بس لازم اخد بالي. طالما السيركل بتمر بالفيرتيسيز بتاع الشكل اللي هو بي اي دي سي ده المفروض انا اقول الحته دي اقول له بقى ايه مع الجيفن ده سينس ميجر انجل سي دي اي الجيفن اللي عليه الدور 115 كوما واي بي سي دي او اي بي سي دي از سايكليك كواد. مفيش واحد بقى يقول لك ايه ليه سايكليك كواد ايه اللي عرفك؟ اللي عرفني السيركل جايه جاهزه بتمر بالفيرتيسيز بتاعته ادي الاي ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي في ايه اكتر من كده؟ السيركل مرسومه بتمر بالرؤوس بتاعته يبقى الشكل ده سايكليك كواد والانجل دي 115 اكيد اللي هناك في وشها دي بتعمل معاه 180 لو انا سميتها انجل 4 مثلا. انا كنت مسمي 1 2 3 سمي دي 4 امال اللي بقى ذيرفور ميجر انجل 4 ايكوال 180 ماينس 115 تطلع 65 اكتب له على الرسمه 65. انا كده ايه الرسمه برضو وانا ارسمها له وكاتب له عليها الداتا المصحح يفرح جدا ويدي لك الدرجه. ليه؟ لان انت طلعت الداتا دي كلها ازاي؟ انت راجل فاهم. ما انت طلعت لي الحاجات دي كلها ازاي؟ حتى لو انت لسه تكتب حاجه هنا في البروف هديك درجتها من هنا. انت مش راسم الرسمه وما انت عمال مطلع كل المعلومات دي ازاي يعني بتخمنها؟ اكيد انت راجل فاهم اكيد انت راجل فاهم تمام. طيب انا كده خلصت كل الجيفن كده خلصت كل الجيفن. طب نبص على المطلوب كده هتلاقي المطلوب طلع لوحده ان شاء الله. بي سي باي سكت انجل اي بي بي سي ده قاسم انجل اي بي يعني انجل اي بي اللي هي الكبيره ده اهي واقفه عامله كده هو عايز يثبت ان البي سي ده قسمها نصين كده. طب هو امتى يقسمها نصين؟ لو لقينا الانجل دي قد دي وفعلا مش دي 65 دي 65 فلازم اقول له السبب بقى اقول له من عندي بقى سينس ان ميجر انجل 2 ايكوال ميجر انجل 4 اللي هي دي ودي ايكوال 65 خلاص يبقى ذيرفور اكيد انجل اي بي اي دي كانت واقفه في حالها كده وده جه قسمها نصين ذيرفور BC bisects angle ABE واكتب له كده required first. طب المطلوب الثاني ايه؟ CB equal CE CB equal CE. طب ثانية واحدة كده مش الانجل دي قد دي؟ طب ما يبقى الترينجل اللي هو CBE ده اهو الترينجل ده اهو CBE ده ده كده ايسوسيلس ترانج. ايه اللي عرفك يا سيدي؟ اهو مش البيز انجلز ار ايكوال؟ يبقى لازم بس لازم اقول له السبب مش بلطجه كده ان هم ايكوال ان هو ان هو ايسوسيلس. لا يبقى سينس ميجر انجل 3 ايكوال ميجر انجل 4 ايكوال 65 وممكن اكتب له جنبها كده ان تراينجل يعني اعرفه بس انا شغال في تراينجل ايه اللي هو اي بي سي خلاص. يبقى therefore ما طالما الانجل دي ايكوال دي يبقى اكيد دي بيز واكيد ده السايد ده ايكوال السايد ده يبقى therefore اي سي ايكوال بي سي او سي بي ايكوال سي. طبعا ده required second required second وخلصت المساله كيو بي سهلة زيادة ولا صعبة؟ ألو؟ سهلة يا باشا
شفت بقى بتمشي ورا الجيفن تطلع اي مساله. شوف والله لو جاب لك مساله منين، طالما انت مشيت ورا الجيفن وبتطلع منها معلومات مهمه، جيومتري جيومتري معلومات مهمه، اي مساله مهما يكون فيها داتا كتير. بس عايز اقول حاجه، افضل في الامتحان ارسم الرسمه. في طلبه ما يرضاش يرسم رسمه، يقول لك ايه الرسمه معلهاش درجات. ماشي، بس معلهاش درجات ازاي؟ هي ماشي معلهاش درجات، والدرجات من اول بروف، انا معاك، بس انا اولا الجيفن اما بكتبها بتساعدني، عمال اخد منها واحل، اخد منها واحل، يبقى لها لازمه حتى لو مش هيديني درجه على الجيفن. طيب الحاجه الثانيه، الرسمه لها لازمه، لان انا لو نسيت اكتب هنا حاجه، نفرض انا نسيت اكتب ان ميجر انجل فور 180 ماينس 115 ايكوال 65 وكاتبها هنا على الرسمه، ما هيديني درجات، ما انا مطلعها اهي. انت فاهمني؟ يعني دي بتكمل كلامي، زي ما يكون واحد كاتب خريطه هنا مصر وهنا ليبيا وهنا السودان وهنا الصومال وبيشرح الخريطه هنا. طب لو نسي معلومه هنا، ما هو كاتب على الرسمه ان دي مصر تحت منها السودان وده، فالرسمه بتكمل البروف. انت معايا زياده ولا مش معايا؟ مش عارف ارسم الرسمه، يوم ما تزنق خلاص اشفها، اشفها احط عليها ورقه الاجابه واشفها، انا مش عارف ارسمها مثلا، بس مش هعرف ارسمها ليه يعني؟ ده يعني بس مش برسم يعني لوحه فنيه، ده رسمه عاديه. وبعدين السيركل طلعت كبيره شويه، طلعت من صغيره شويه، مش فارقه، طلعت انا دول شكلهم ايسوسرس وانا طلعتهم شكلهم مش ايسوسرس، هو مش هيعاملني على الرسمه، مش هيقول لي انت دول شكلهم تعملهم مش ايسوسرس، لا ده بيسموه رسم كروت. مستر، نعم. طب هو محتاج ان انا مثلا ارسم السيركل ارسمها بايدي ولا ارسمها محتاج ان بالكومبا؟ ارسم ايه؟ السيركل والحاجات اللي مرسومه في السيركل لا بايدي ده ولا بالكومبا لا ده مسطره؟ هيقول لك ايه، هوريك انا السؤال ده، السؤال ده في محافظه صغيره، قال له ايه، هتلاقيه صريح معاك من اولها كده، يقول لك يوزنج جيومتري، او يقول لك يوزنج جيومتريك انسترومنتس، يا في اول المساله يا في اخر المساله. كايرو اكزام كده، هات لي كايرو اكزام، يوم امتحان ايه؟ كايرو اكزام، كايرو. طيب نمبر، طيب الاول شوف على الشات كده انا صورت المساله دي ولا لا. يا زياد انا صورت المساله دي، شوف على الشات كده متصوره. طيب عشان امسحها بس، هات لي كويشن نمبر 5 ايه كده، شوفوا بيقول لك ايه. كويشن نمبر 5 ايه، 5 ايه، ها بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ using يعني مش بايدك بقى، مش بايدك بقى، كومباس بتاعك والرولر وظبط نفسك. جيومتريك تولز كده، درو اي بي وذ لينس 6، مسطره ورسم 6 يعني، مش كده بقى اي افتكاسه، لا 6 بالمسطره. تمام، ايه المطلوب بقى بعد كده؟ لا انا قصدي يا مستر يعني لو عايز ارسم الرسمه انا انقلها عشان اعرف اكتب 1 و 2 و 3، ارسمها بايدي ولا بالجيومتريك تول؟ كومباس كده مظبطها يعني، ما انا لو رسمتها بايدي مش هيقول لي حاجه، اصل هي ليه انا؟ بس ليه بقى انا بعمل يعني ايه المانع هنا؟ انا هخسر ايه اما امسك الكومباس واعمل سيركل كده؟ مش احسن ما اجي اعملها اقوم طالعه لي زي كده ولا زي البطاطسايه، انت فاهمني؟ انا اعملها يعني سيركل، اي سيركل بالكومباس كده، اي سيركل عادية يعني. ورولر كده وظبط نفسك بتاع، انا لو رسمت لك مش كل حاجه، فاهم؟ انا عايز اريح قدام الموضوع عشان ايه؟ يبان قدامه الداتا واخد درجتي، انت فاهم اقصد ايه؟ يعني اعمل له السيركل شكل بيضاوي كده، دي منظر سيركل، لا طيب تعالى بقى and then draw a circle passing through the two points AB. عايز يرسم سيركل بتمر بدول. بس السيركل دي الريديوس بتاعها كام؟ خد بالك بقى من حاجه يا زياد. اصغر انا ممكن ارسم مليون سيركل يمروا بالاثنين دول، بالاي والبي.
اصغر سيركل، ركز في الحته اللي جايه، اصغر سيركل ينفع ترسمها تمر بالاي والبي لو انت حطيت السنتر في النص هنا. يعني بقى ده 3 سنتيمتر، ده راديوس وده 3 سنتيمتر، وده السنتر بتاعك كده. لو انت وقفت بالكومباس هنا هترسم سيركل الراديوس بتاعها 3، ودي هتعتبر ذا سمولست سيركل باسنج ثرو اند اي اند بي، اصغر سيركل. هو احنا ممكن نرسم سيركلز اكبر من كده؟ اه ممكن. انا ممكن اقول لك ارسم لي سيركل الراديوس بتاعها 10، انت فاتح الكومباس بتاعك 10 واقف هنا عند البي بالسن الحديد بالقلم الرصاص، تقوم عامل لي ارك هنا وترجع تقف بالسن الحديد بتاع الكومبس بالقلم الرصاص، تقوم عامل لي ارك تاني هنا. اكيد المسافه دي كده هتبقى تاني، والمسافه دي كده هتبقى تاني، كان ده الراديوس. تقف هنا بقى بسن الكومبس، ده السنتر بقى الجديد بقى وليكن اسمه ان، اقف في السنتر ده كده وايه وظبط الكومبس بقى على البي، هتلاقي يعني ظبط افتح فتحه الكومبس على البي، هتلاقي السيركل قامت طالعه لك عامله كده، مرت اهي بالاي والبي وبقى الراديوس بتاعها 10. انا ممكن اخلي الراديوس 20، ممكن اخلي الراديوس 4 5 اي حاجه حسب ما انا عاوز. هو هنا طلب مني ايه؟ قال لي اعمل لي راديوس 4، مفيش مشكله. يبقى انا افتح لك الكومباس فتحه 4، اعمل ارك هنا وهرجع بنفس الفتحه 4، واقف اعمل ارك هنا تقابله هنا، خلاص ده السنتر بتاعنا اهو، واقوم واقف هنا في السنتر الجديد وراسم السيركل. بس انا كده خلصت له المساله، رسمت له سيركل الايه؟ الرادياس بتاعه فوق. طيب ايه المطلوب اللي بعد كده؟ جايب لي واحد تصغيره بيقول لي وات از ذا لينث اوف ذا رادياس اوف، الكلام اللي لسه بقوله، اوف ذا سمولست سيركل باسنج ثرو اي اند بي. بيقول لك لو في سيركل اصغر سيركل تمر بالاي والبي الرادياس بتاعها كام؟ احنا قلنا الرادياس اصغر سيركل تمر بيهم لو انا جيت من نص الاي بي قمت عامل سنتر ميد بوينت هنا كده وقفت فيها بالكومبس ورسمت ايه؟ سيركل. يبقى هو بيسالني بقى بيقول لي الراديوس بتاع اصغر سيركل تمر بالاي والبي الراديوس ده هيبقى طوله كام؟ 3 سنتيمتر. سهله زياده ولا صعبه؟ سهله يا مستر. ما فيهاش حاجه خالص يعني. يبقى هو لو قال لي يوزنج جيومتريك تولز او جيومتريك انسترومنتس، كده انا عايزك تستخدم كومباس والرولر والشغل. وبعدين لما يكون في اركس زي دول هو هيقول لك دونت ريموف اركس، ما تمسحش الاقواس. ليه؟ اصل ممكن واحد يقوم حاطط البوينت دي هنا كده اي كلام ويعمل سيركل. لا، هو عايز يشوف الاركس اللي انت اشتغلتها بالكومباس وبتاع واشتغلتها بايه؟ زي ما انت اتعلمت في المنهج. تمام؟ فانت ما تمسحش الاركس. طيب. تعالى نشوف مساله كمان كده على البروف. نقلب في الامتحانات كده. ناخد مثلا مستر. نعم. الكوتش امتحان رقم 3. طب قلب انت كده، قلب انت وطلع لي مسائل كده. 4B. 4B؟ امتحان رقم 3. ثانية واحدة. اكزام 2 ولا اكزام 3؟ اكزام 3. اكزام 3، 4B. ثانية واحدة. ماشي، اللي هي التو سيركلز مع بعض دول. تمام، هو عامل لي سيركل كبيره كده ماشي، وسيركل ثانيه صغيره كده عامله معاه انترسكتنج. تمام، هنا دي ايه حاطين بعض في ايه و وبي. تمام، وبعدين قام وصل لي ايه؟ قام وصل لي كده كده، وحط لي هنا دي، وحط لي هنا اي. تمام، وبعدين قام وصل لي كده وقال لي هنا اف هنا سي. ماشي، وبعدين وده السنتر ام وده السنتر ان. ماشي، وقال لي الانجل دي هنا ايه؟ عم وصل دي كده وقال لي الانجل دي 70،
ماشي. حاجة تانية؟ لا. طيب خش على الجبن نكتبهم وربنا يسهل. أول حاجة ام اند ان ار 2 انترسكتنج سيت. طب ماشي، واحنا نعمل لهم ايه بقى؟ سيرتين نقطين بعض، مش محتاجين يعني مش محتاجين كتب في الجبن ده، لا هو بارالل ولا تانجنت ولا اي حاجه من الحاجات المهمه. طيب يبقى هنسيب الجبن الاولاني ده. اي دي درون انترسكت ذا سيركل ام ات ام اند اي وان ودي، برضو عادي هيقول لي ده درو وقطع في اي واي ودي ماشي. بي سي درون انترسكت، ماشي مفيش برضو فيها حاجه. طيب الجيفن المهم الوحيد هو ميجر انجل سي ايكوال 70، ميجر انجل سي ايكوال 70 ديجريز. طب الار تي بي ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان، خد بالك بقى انا قلت لك كل ما اقلل لك في الجيفن يبقى المساله قويه. سي دي بارلل اي اف، سي دي بارلل اي اف، يعني ما تطرحش بالمساله لما يكون الجيفن قليله، لان الجيفن دي اللي بتشغلني. لو عايز يثبت ان سي دي بارلل دي اف، سي دي بارلل دي اف، دايما لما الاقي دايما لما الاقي تو سيركلز عاملين انترسكتنج كده يوم احنا راسمين لهم ايه؟ يعني دايما لما يجيب لي مساله كده والاقي الداتا بتاعتي قليله كده، جاب لي تو سيركلز عاملين انترسكتنج، اقوم انا موصل الكومن كورد ده كونستراكشن من عندي. طب جاب لي تو سيركلز تانجنت كده لامسين بعض كده، اقوم انا موصل عامل تانجنت كده بيسموه كومن تانجنت، ده كده هيساعدني في الحل كتير. فانا هاجي في المساله بتاعتي دي هو عامل حاجه اسمها كونستراكشن، اوصل ده اللي هو الاي بي كومن كورد ده اوصل، هيفيدني اه هيفيدني، بس هكتب له هنا كلمه ايه؟ كونستراكشن، لان انا لقيت المساله ما فيهاش الا جيفن واحد ومش مفيد في حاجه 70، يعني مش عارف استفيد منه لوحدي 70 واقف على الار تي بي دي. طب ماشي هعمل بيه ايه؟ لا معاه انسكريبت تانيه ولا معاه سنترال ولا معاه اي حاجه ولا تانجنت ولا معاه اي حاجه اقدر استفيد منها، فانا هوصل الكومن كورد ده اللي هو اي بي، اقول له درو انستراكشن درو اي بي، انا رسمت ايه؟ اي بي ده هيفيدني فايده ضخمه جدا. ايه هي بقى؟ اولا الشكل ده كده هيبقى سايكليك كواد اللي هو اللي انا هظلله ده. الشكل الثاني في السيركل الثانيه اللي انا هعمله النقط ده كده برضه هيبقى سايكليك كواد. انا هما يقول له ايه بقى في البروف؟ اقول له سينس ان اي بي سي دي از سايكليك كواد كوما، وخد بقى معاك الجيفن ده ميجر انجل سي ايكوال 70، او مش عايز تحط كوما وعايز تقول سينس تاني مفيش مشكله، يعني عشان ده سايكل كواد والانجل دي 70 انا اقدر اجيب لك الانجل لو انا سميتها 1 مثلا، يبقى ذير فور ميجر انجل 1 ايكوال 180 ماينس 70 ايكوال 110. حلو قوي. طب وطالما انا جبت الانجل دي 110 انا اقدر اجيب اللي جنبها ولتكن انجل 2، يبقى ذيرفور ميجر انجل 2 هعمل 180 ماينس 110 هتديني 70 ومن غير ما اعمل ماينس، دي تعتبر اكستيريور عن الشكل المخطط ده، فالاكستيريور بنسيب الادجيسنت اللي جنبها وناخد الاوبجيكت، فالمفروض دي تبقى 70 زي دي، دي 70. طيب ايه تاني؟ ارجع تاني الشكل المنقط ده سينس ايه؟ طب ما اقرا الشكل، اقرا الرؤوس ورا بعضها زياد. ايه ايه؟ ممكن تقولها تاني؟ نعم ممكن تقولها تاني؟ ما انا دي هقولها تاني، الزاويه بتاعت هقولها تاني. السايكليك كواد انا ما قلتش اي حاجه صعبه، كل اللي بقوله ايه؟ بقول له ان الشكل اللي اسمه اي بي سي دي ده سايكليك كواد، ايه اللي عرفك؟ السيركل بتمر برؤوسه
طالما سايكليك كواد والانجل دي 70 مش تبقى دي 110؟ السايكليك كواد من خصائصه اهم خاصيه فيه ان ايتش تو اوبوزيت انجلز ار سبلمنتري. معايا زياده ولا مش معايا؟ معاك كمان. بس يعني دي 70 يبقى دي 110. طب لما دي 110 مش ده ستريت لاين، يبقى الانجل اللي جنبها 70 ولا ايه؟ صح؟ تمام. طب خش في السيركل الثاني، سيركل ام، الشكل ايه؟ اي اف بي مش سايكليك كواد ولا لا؟ صح؟ كويس. السيركل بتمر برؤوسه اهي، اقدر اجيب الانجل دي ولتكن اسمها 4 اسمها 3، اقدر اجيبها دي 70 يبقى دي 110 برضه. يبقى اقول له ايه؟ therefore measure angle 3 equal 180 minus 70 equal 110. طب خد بالك بقى من الحته اللي جايه، ابص بقى على المطلوب كده، ابص على المطلوب كده، يبقى انا الدرو اللي انا عملته ده نفع معايا قوي مع موضوع انجل سي ايكوال 70، عمل معايا شغل من غير ما كنتش عارف اشتغل كل ده. طيب هلاحظ انا حاجه دلوقتي. يا مستر، نعم. طب انا ممكن اجيب زاويه اف، ومن خلال زاويه اف اقدر اجيب زاويه ايه زاويه ايه؟ ما انت كنت اف هتجيب، كنت هتجيب الاف ازاي؟ ما هي 110 في ايه الناحيه الثانيه 110. ما كنت هتجيبها ازاي؟ عشان دي 70 يعني؟ لا انت احنا جبنا دي ومن دي جبنا دي، كنت هتجيبها ازاي؟ الا هو طالما دي 70 يبقى دي 110، مش شرط، مش شرط. امتى الكلام ده اللي انت بتقول عليه ده؟ لو هو قال لك بارلل، لكن ده هو بيقول لي اثبت ان هو بارلل، فانا هستغل انا المناسبه دي بقى وهثبت له ان هم بارلل. هو شرط البارلل ايه؟ من ضمن شروط البارلل ان ممكن يكون عندك واحد انت عايز تثبت ان ده بارلل لده. والله قدامك كذا حل، يا اما يكون في لاين كده وتثبت لي ان الانجل دي ايكوال الانجل دي، يقول لي الترنيت، ما هو عايز يثبت ان ده بارلل لده، يا يعني يكون في واحد قاطعهم كده والحركه دي مش موجوده، مفيش واحد قاطعهم كده. يا يعني اما الحل الثاني ان يكون عندك عايز تثبت ان ده بارلل لده، يكون والله في لاين قاطعهم كده وعاملهم حرف اف، وتبقى الانجل دي برضو ايكوال الانجل دي، مفيش الكلام ده موجود، هو فعلا في لاين قاطعهم اهو، في حرف اف اهو، قصدي ده مع ده، بس اللي قاطعهم ده مش حرف اف. امال ايه؟ لو انا بصيت على الدي سي والاي اف اللي هو راسمهم، ادي الدي سي وادي الاي اف، لو انت ملاحظ حاجه، هو في لاين قطعهم بس ما كملش. طالما ما كملش يبقى انت كده دخلت في حرف يو، وحرف يو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان دول مش ايكوال، ده دول الاثنين مجموعهم 180، وده اللي حصل معايا هنا في الرسمه بتاعتنا. بص الدي سي وادي الاي اف، وده جه قطعهم وما كملش، يعني ما طولش كده ما كملش، وايه اللي نتج؟ ان الانجل دي ودي مجموعهم كام؟ 180. فانا اقول له الكلام ده، هقول له ان سينس ان ميجر انجل سي ليه بلس ميجر انجل 3 ايكوال 180، واقول له بقى ايه؟ عايز اقول له ان هم عاملين حرف يو، اقوم كاتب له بتوين براكتس كده انتيريور انجلز، اكتب له بتوين براكتس ايه؟ انتيريور انجلز، هم قاطعين بعض انتيريور انجلز، تمام؟ ها؟ يبقى ذيرفور، ها؟ طالما دول انتيريور انجلز اهو، ما طالما دول عاملين حرف يو وعاملين 180، ده ذيرفور لازم يكون دي سي بارلل ليه. فهمت يا زياد الفكره ايه؟ الو مستر فهم. ها؟ فهم. تمام. يبقى لما يقول نسبة ان حاجتين بارلل، يدور على حرف زد، يدور على حرف يو، يدور على حرف اف. انا لقيت الاثنين دول فعلا عاملين حرف يو. فظبطت معايا العملية، قلت له طالما الاثنين دول عاملين حرف يو يعني انتريو انجلز. خلاص؟ صورها. شوف مسألة كمان كده.
قلب كده في الامتحانات وشوف كده يا زياد، اقفل الكاميرا. طيب هجيب لك انا مسألة ناخد مثلا في مسألة مشهورة جدا، شايف في اكزام 4 اللي انت كنت فيه ده المسألة نمبر 3 بي، شايفها؟ الو ايوه يا مستر شايف. زياد، المسألة نمبر 3 بي دي من المسائل المهمة على فكرة، المسائل دي كتير. بص كده مسألة جميلة من المسائل اللي بتيجي كتير برضه. اي هو عامل لي كده، يبقى الجيومتري بقى ماشي قصة، اكتب الجيفن وامشي ورا المسألة خلاص طلعت ان شاء الله. بس هو عامل لي سيركل كده، وبعدين قام عامل لي ايه، قام عامل لي جواها كده سي بي، وبعدين ده هنا ايه، ده هنا دي، وقال لي ده بارلل لمين، ده حلو واضح جدا ان ده حرف زد، قوي واضح قوي ان ده حرف زد، اه ده بارلل لده وده قطعهم كده، حلو ماشي، هو اللي قال ان هما بارلل. طيب وبعدين قال لي الانجل دي 120، هما بيحبوا يجيبوا المساله دي ليه؟ عشان هو ما قالش كلمه سايكليك كواد، انت اللي تكتشف ان الشكل ده سايكليك كواد، يبقى ده بيسموه هيدن جيفن. هيدن جيفن، الهيدن جيفن عندنا، بص يا زياد في عندنا اتنين هيدن جيفن في المنهج، ايه هما؟ ما بيقولهالكش عليهم، انت اللي تكتشفهم. الجيفن الاولاني المشهور ان ده سنتر وده راديوس وده راديوس، يعني ده اسمه ام اي راديوس وام بي راديوس، يبقى الاثنين دول ايكوال بعض، مش لازم هو يقول لك، ولو وصل لك ده يبقى كده ايسوسس، مش لازم هو يقول لك ان ام اي ايكوال ام بي، انت تكتشفها لوحدك. الهيدن جيفن الثاني اللي انت تكتشفه لوحدك، انك لما تلاقي اربع نقط كده على سيركل ايا كان وضعهم ومتوصلين، اه يبقى الشكل ده سيركل الكوات، مش لازم اقول لك، مش لازم يقول لك. انت معلش معايا؟ الو؟ يعني يا مستر اول ما اشوفهم اكتب له ان الاربعه دول زي اه كده على طول كواد. سيركل الكوات، ده كده سيركل الكوات، واول ما تشوف دول تقول له ان ام اي ايكوال ام بي 2 راديوي، 2 راديوي. قول له ام اي ايكوال ام بي 2 راديوي، مش لازم هو يقول لك، لان هو مش هيقول لك، هو معتمد على ان انت عارفه. هنا برضو مش هيقول لك على دي، ده كده سايكليك كواد، مش هقول لك، انا مش هقول لك في المساله ده سايكليك كواد، انت تكتشفه، لان مش محتاج ان اقول لك على معلومه سهله زي دي، باين جدا يا السيركل بتمر برؤوس، عايز ايه تاني؟ اقول لك ايه تاني؟ واحد واحد مكتوب على شنطته ثالثه اعدادي، عايز نقعد اشرح لك اقول لك الولد ده في ثالثه اعدادي عشان هو في بيروح المدرسه ويخش فصل ثالث، هو مكتوب على الشنطه طب بتاعت ثالثه المثلث اعدادي. الرؤوس الثلاثة بيمروا بالدائرة بيبقى إيه؟ لا مش سايكل الكواد، لازم الدايره تبقى واخده الاربعه مع بعض كده، هو كده بادج كده، كانه خد بادج كده علامه مميزه، هو سايكل الكواد من غير ما حد يقول لي، من غير ما حد يقول لي. طيب تعالى بقى عامل لي ايه، اه قام عامل لي الانجل دي كده، نطلع لي دي بره 65، ها عامل لي كده، بس اديني عمل لي كده ثانيه واحده، اه هو ده ما كانش تانجنت على فكره، ده كان على امتداد وكده، انا افتكرته تانجنت، لا ده هو مد ده كده مش تانجنت طبعا، اللي انا كنت عامله الاول هو اللي كان تانجنت، لكن ده هو مش تانجنت، هو عامل لي كده وبيقول لي الانجل دي 65، حلو ماشي، وبعدين بيقول لي ايه، اه وفين اللي بارلل، وانا دخلت في مساله تانيه ولا ايه، البي اف بارلل تو دي سي، ثانية واحدة كده، اه معلش هو كان عامل لي كده، انا
تاهت عليا وانا بس كده، كان عامل الدي سي كده وعامل لي البي اف من هنا كده وبيقول لي بارلل. لا انا ارسمها تاني، ارسمها تاني عشان ايه هي لخبطت مني شويه. طيب هو عامل لي كده، ادي السيركل، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين انا عامل لي ده كده، وبعدين قام راسم لي ده كده، نرسم ده الاول بس كده، طلع من هنا كده، عامل لي ده كده، وعامل له واحد بارلل من هنا، واحد بارلل من هنا كده، ومسميه سي دي. من هنا كده، ده بارلل لده اهو سي دي ماشي. وبعدين وصل لي دي كده تمام جدا، وبعد بيقول لي دي ايه دي 120 ماشي. طيب عايز ايه تاني؟ موصل لي ده كده بيقول لي دي سي، حطيت لي هنا ايه بيقول لي ان الانجل دي 65. حلو، بيقول لي الانجل دي 120 ماشي تمام جدا. طيب نبتدي نكتب الجيفن ونتوكل على الله. ها الجيفن جميله اهي وجايه لذيذه، كلها جايه ايكوال اهي. جيفن، اول جيفن انا ممكن، خد بالك بقى، انا ممكن انا في الجيفن ازود الجيفن ده من عندي تاني، هو هيدن جيفن نظهره احنا بقى للايه؟ للحقيقه. اقول له انا ان اي بي سي، مع انه مش مكتوب في الجيفن، اكتبه احنا لانه هو جيفن مهم، اي بي سي دي سايكليك كويس. هيقول لك ده مش جاي في المساله، لا ما احنا قلنا بقى انه هيدن جيفن، انا لازم اكتشف. نمبر 2 نكتب الجيفنز اللي هو مديها لي في المساله، اللي هو يبقى انا اول ما الاقي الجيفن ده اكتبه، الاقي الجيفن بتاع التوره دي ده برضو اكتبه في المساله. ستار، نعم. هو انا شرط ان انا اكتب جيفن وار تي بي وبروف؟ لا مش شرط، ما انا قلت لك بس هتساعدك انت في الحل. انا ما بكتبش، انا بروح لا كاتب كده هتكتبها، كله على طول. هتكتبها، اسمع مني. هتاخد كل جيفن وتطلع عليه معلومه، هتلاقي المساله طلعت، مش عايز براحتك. انا بقول لك على الاصح لما تكتبها هتساعدك انت في الحل، فاهمني؟ لما تكتبها هتساعدك انت في الحل، دي فايده ليك انت، مش يعني مش لازم، انا قلت لك معلش درجات بس فايده ليك انت، تنظيم لمسالتك، المساله هتبقى باينه ايه اللي انت عاوزه وايه اللي مش عاوزه، يعني تفهم، مش هتغرم حاجه لما اكتبهم، يعني مش عايز تكتبهم يا سيدي حل على طول. وسينس وزير فور لازم برضه تكتبه. المفروض ان انا اكتبه ماشي، ما اعرفش بقى هل المصحح ينقصك عليهم ولا لا، فاهمني؟ هي سينس مش قصه، سينس الحاجه اللي انت بتاخدها من المساله اللي هو مديها لك في الجيفن، تكتب قبلها سينس. الحاجه اللي انت هتطلعها من عندك ما كانتش موجوده في المساله، هي دي اللي ذير فور. معايا زياده ولا مش معايا؟ الو الو، معاك يا مستر، يعني سينس المعلومه جايه في المساله في الجيفن، اكتب قبلها سينس. طب معلومه انا طلعتها من عندي، انا طلعت مثلا الانجل دي 60، هي ما كانتش جايه في المساله، اكتب قبلها ذير فور. انت معايا ولا مش معايا؟ طيب معاك دي سي بارلل لبي اف ماشي. الار تي بي اول حاجه ميجر انجل سي، اكتبهم افضل يا زياد، اسمع مني، هيساعدوك انت في الحل، المساله بقت منسقه قدامك وباينه ايه اللي انت عاوزه وايه اللي مش، مش هغرم حاجه يعني، دي دقيقتين ماشي، مش هياخد مني دقيقه يعني. بروف، تعالى يا سيدي، اصل انت كل ما عليك هتعمل ايه؟ هتمسك اول جيفن تكتبه، ادي الجيفن، طالما ده جيفن يعني جاي في المساله، وهيقول لك لا ده مش جاي ماشي، بس ما هيدن جيفن، هو جيفن، هو مش قايلوا لي بس هو جيفن، زي ما قلت لك انا معلق لك بادج ثالثه اعدادي، وانا لازم ادي جيفن للناس ان انت زياد في ثالثه اعدادي، ما انا مديك بادج ثالثه اعدادي اهو متعلق عليه، ده هيدن جيفن، مش لازم اقعد اعلن للناس واقول لهم زياد ده على فكره في ثالثه اعدادي، امال البادج اللي عليه ده بيقول ايه؟ فده واخد بادج ان هو سايكليك كواد، ده سينس اي بي سي دي السايكليك كواد. شفت الجيفن بكتب قبله سينس، اللي انت هتطلعه هو اللي ايه؟ هو اللي تبع الارتكل، هو اللي تبع الفيرفو، طالما ده سايكليك كواد
120، انا ممكن اكتب كمان الجيفن بتاع 120 معاه بالمره، لان انا هستغل، فانا خدت الجيفنين دول مع بعض، يبقى الانجل دي على طول 60، ممكن اسميها انجل 1. يبقى therefore measure angle 1 او angle C زي ما عجبك equal 180 minus 120 equal 60. واجري بسرعه اكتبها على الرسم. طيب دي 60. ولا عايز حاجه ثانيه؟ اه 60 ولا جيب اللي عليه الدور. سينس ميجر انجل، اه بس ثانيه واحده، انا كنت ممكن اخد الجيفن بتاع البارانل بالمره، الجيفن بتاع البارانل بالمره قبل جيفن ال 65. هقول لك ليه، لان طالما دي 60 وده حرف زد يبقى دي هتبقى 60 اهو، ده حرف زد اهو، فانا ممكن اخد اسمي الانجل دي 2 مثلا، فانا ممكن ابدي اخلي جيفن قبل جيفن، ياخد الجيفن بتاع البارالل. سينس دي سي بارالل لبي اف، وفي ناس بيقول لك ايه مين اللي قطعهم سي بي، يقول له سي بي ترانسفيرس، لو انت ما كتبتهاش مش مشكله. يبقى ذير فور ميجر انجل 1 ايكوال ميجر انجل 2 ايكوال 65، ووضح للمصحح ليه ايكوال 60 سوري، ووضح له ليه ان هما الترنيت انجلز حرف زي دي يعني. ماشي طب كده كويس جدا. طب ما طالما دي 60 اه الجبن اللي انا كنت سايبه بقى مين؟ اللي هو الثالث، يعني ممكن احط جبن قبل جبن عادي. طب سينس ميجر انجل اي بي اف ايكوال 65 اللي هو الجبن اللي فاضل، انا كده خلصت كل الجبن اللي قدامي. طالما دي 65 هتفيدني في ايه؟ ان الانجل دي كلها هتبقى كام؟ يبقى ذير فور ممكن اقول ان ميجر انجل اي بي سي، ميجر اوف انجل اي بي سي كلها هتبقى واخده 65 مع 60 تدينا 125. طب بص بقى الحته اللي جايه، انا كده خلصت كل الجبن، بس لازم اخد انا بالي من حاجه، مش الشكل ده سايكليك كواد، الانجل دي كلها طلعت 125، الانجل دي اكستيريور، بنسيب اللي جنبها وناخد اللي قصادها، يعني دي كمان لو سميناها انجل 3 هتبقى 125. وممكن يا سيدي مش عايز تاخد بتاع اكستيريور وادجيسنت والكلام ده، هات له دي الاول سمي دي 3 وبعدين هات له دي اللي هي 4، قول له بقى انت من عندك بقى. therefore measure angle 3 لما دي 125 اقدر اجيب اللي جنبها، ها measure angle 3 هتبقى 180 minus 125 هتديني كام؟ 55، يبقى دي كده 55. وtherefore وراه على طول ميجر انجل دي او ميجر انجل 4 ايكوال تاني 180 minus 55 ايكوال 125. اظن كده اكيد المطلوب ان شاء الله يكون طلع. مش معقول اكون انا جبت الشغل ده كله وجبت كل الانجلز والمطلوب ما طلعش. تعال نبص على المطلوب كده. اول حاجه ميجر انجل سي جبناها لحضرتك 60، فين هي؟ يعني ممكن انا على فكره تاني اتمنى انا كنت مسميها 1 ارجع اقول له ايه؟ ما فيهاش حاجه. therefore measure angle C equal 60. يعني في ناس يحب يختم البروف بتاعه باللي هو مطلوب. measure angle C 60 عشان يريح المصحح. انت عايز angle C اهو، therefore measure angle C equal 60. انت عايز angle D احنا جبناها. therefore measure angle D equal 120. بس شكرا كيو اي دي. سهل ولا صعب يا زياد الكلام ده؟ الو؟ اهلا. طيب الحمد لله.